شاو توتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الفعل المضارع، وكنا اتكلمنا عن تصريفات المجموعة الاولى. النهاردة هنتكلم عن تصريفات المجموعة التانية. وزي ما قلت قبل كده ان الفعل في الايطالي مقسم لثلاث مجموعات، مجموعة اولى ومجموعة تانية ومجموعة تالتة. طبعا ده بما يخص الفعل المنتظم. لازم ناخد بالنا ان احنا عندنا افعال منتظمة وافعال غير منتظمة. طيب بالنسبة لافعال المجموعة التانية هي بتنتهي بإير، اي ار اي. اوكي نقول تاني، بتنتهي بإير زي اي ار اي. طبعا النهايات متشابهة ما بينها وبين بعض في بعض البرونومي البيرسونال او الضمائر الشخصية، ومختلفة في ضمائر تانية. طيب امثلة على الافعال اللي هي بتنتهي ب اي ار اي، زي عندنا مثلا برندر. يعني ايه برندر؟ يعني ياخد. عندنا كمان فيفر، فيفر اللي هو يعيش، سكريفر اللي هو يكتب. احنا بنكون اوريدي حافظين النهايات اللي احنا المفروض نحطها مع المجموعة التانية، علشان كده بنقول احنا عندنا افعال منتظمة وافعال غير منتظمة. على سبيل المثال نصرف فيربو برندر، فانا بقول ايو برندو، برندر زي ما قلنا معناه ياخد، ايو برندو تو برندي. ناخد بالنا حرف الاي تو برندي، لوي ولاي برندي هنحط حرف الاي، نوي برينديامو، نوي سهلة لأنها حتى هنشوف فيها بعد في المجموعة الثالثة إن هي مع النوي بنقول نوي برينديامو، الإيامو دي ستة. أوكي فوي برينديتي اي تي اي، فوي برينديتي. طبعا الفوي في حالة لو أنا موجهة الكلام لي اون جروبو دي بيرسوني أو مجموعة من الأشخاص. بعديها لورو برندونو او ان او برندن. يبقى التصريفات دي بنمشيها على خلاص كل الأفعال اللي بتنتمي للمجموعة التانية. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. تشاو توتي.